مساله باش نقولوا كاين المخدرات كاين الدعاره كاين 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 جبد سيدي جبد لا عندك شي حاجه انا موجود قسما عظما بالله العظيم والله ما كان ما حد مخدر واحد لقينا عنده شي حاجه ردينا للدرك ملكي تم احالته على المحكمه وتم اخلاء سبيله لانه استهلاك ماشي متجره اما الخمر شتي شي قاروره خمر انت شتي شي مخدر شتي شي حاجه هكا هو ما مجانيه داكشي ما كانش اسيدي هنايا اما الناس اللي لجؤوا القضاء ليش لجؤوا القضاء كاين اللي لجأ ماشي لجأ القضاء لجع القيام للقيام بإيداع شكاية شكاية حتى ضدي انا لانني انا كمتصرف قضائي توصلت بوابل من السب والشتم وحتى التهديد بالقتل انا 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 توصلت بهذا الشيء اللي واحد تيقول لك آه والله والله تخشفك جنويه هو خدام عندك ياكل ويشرب عندك هنا كتخلصوا في الاخر الشهر ويجي يقول لك راه قلت لكم قبيله ردوا بالكم راه العقليه تختلف عقليتك ماشي عقليتي وحتى العقليه اللي خديتي انت كصحافي اللي كتقول بان يحكى ويقال انا ما متفقش معك خصنا نوصلوا رساله صحفيه بحذافيرها اتحدى الجميع على ان يقول لان انا في اخباري من الخمر كاينه وما نعاقبش اقسم بالله غادي إلى غادي نسمح في كل شيء ونتابعه هو ذاك الملف ديال اللي غيتناول الخمر واللي غيدرج يدرج ماشي يتناول اللي غادي يداول الخمر يكون الخمر متداول عندنا لشتوا شفتو هنا وضبطتو بعيني وعندي الحجه عليه والله ما تعتق معه بالله لا ولا مخدرات لا من المخدرات لا من الدار بالنسبه للدار ما سولتينيش انا فت الجواب جو سوي جو بلو غواليس كو ياك هذا السؤال مش جامي في دوطر دومين اه خرجوا كيخرجوا بنات حسنا باش مش يمشيو يصوبوا السنان واش حاجه دابا كيمشيو معاهم دو زاجون دو سيكوريتي اون بلوس ديال هذاك الانفيرميير اللي كيمشي يديهم مع الطبيب ولي زاجون سيكوريتي وكانهم ساجينات علاش؟ نقدروا نخرجوا يمارسوا دعاره ويجيو عندنا حنا واخدين الفلوس او نقولها بالعربيه لو بغيتو الصراحه ماشي حباله ولا شي حاجه ويتزاد عندك كل دنا ايوا صافي الدار راه عندنا هنا هادشي غتقال سهل عليكم حيد لهم فمه والله ما حيد فمه ما تحيدش له اما خرجت وحده وما بقاش رجعت ما المسؤوليه ديالها ولكن ما كتخرج الا بالقانون راه كاين بزاف ديال الحوايج تصلح